كذا انتهينا من الفاعل وعرفنا إيش هو الفاعل. ننتقل الآن إلى الفيرب الفعل. الفيرب usually tells an action. عادة الفيرب أو أيوة عادة بيقول لي على الأكشن الحدث اللي صار أو الفعل اللي صار. Sometimes a verb doesn't tell an action. لكن أحيانا الفعل ما بيعبر عن حدث. بيكون بس مجرد links the subject with the rest of the sentence. مجرد إنه يربط الفاعل ببقية الجملة. إذا كده نعرف إن الفعل ممكن يجي في حالتين. ممكن يجي action verbs فعل يدل على الحدث ويخبر بحدث أو فعل صار. linking verbs أو فعل يربط. تمام؟ قبل كل شيء لازم نعرف إنه الverb هو king in English. is a king in English. هو ملك في الإنجليزي. ليش؟ لأنه أكثر جملة تحتوي على verb. لازم تحتوي على verb. اللي هي جملة الأمر. لما نقول stop هذا فعل وتعتبر جملة. وهي أقصر جملة اللي تحتوي على كلمة واحدة فقط. ما نقدر يعني نكتب جملة بكلمة واحدة إلا إذا كانت الكلمة هذه verb. عشان كده نسميه king in English. نرجع لكلامنا إنه قسمنا الverb إلى action verbs و linking verbs. الaction verbs name an action. هو عبارة عن الحدث. زي مثلا hit صدمة live يعيش lose speed go and come. هذه بس أمثلة للأفعال. the taxi hit the child. my family lives in a two bedroom apartment. عائلتي يعيشوا في شقة غرفتين نوم. my roommate lost his key. زميلي في الغرفة فقد مفاتيحه. خلاص هنا تعبر عن الفعل اللي صار hit, lives, lost and so on. أما linking verbs link the subject with the rest of the sentence. linking verbs don't have object. linking verbs هذا بس بيربط لي الفاعل subject مع بقية الجملة rest of sentence. برضو linking verbs يقول لي ما يحتاج يكون في عندي object مفعول به. ما يحتاج مفعول به. The most common linking verbs are be, become, look, feel, seem, smell, sound, and taste. من الأفعال الشائعة اللي تربط الفاعل subject بالrest of sentence be, become, look, feel, seem, smell, sound, and taste. هذه بعضها طبعا. ناخذ مثال. Score and tennis are my favorite sports. عندي ال R وال S وال M. هذه تعتبر رابطة تربط ال subject هذا بال object. عفوا ما في object. تربط ال subject بال rest of sentence بقية الجملة. I feel lucky today. feel من الأفعال اللي تربط linking verb تربط ال subject ال I ب rest of sentence بقية الجملة. The air smells fresh and clean. برضو smells من الأفعال اللي بتربط لي السبجكت بالأوبجكت. انتهينا الآن من السبجكت وعرفنا إيش هو الأوبجكت الverb. طيب شيء أخير في الverb. الأكشن verb هذا describe what someone or something is doing. بيوصف لي إيش الشخص أو الشيء عمل. إيش عمل هذا الإنسان أو الشخص أو الشيء ده إيش عمل. أما linking verbs just link the subject to a subject complement that identifies or describes the subject. بس بتربط لي زي ما قلنا subject بالrest. نشوف ال object المفعول به عبارة عن إيش. the object receives the action of an action verb. تمام. هذا المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. it is a noun or pronoun. برضو يجيني ضمير أو يجيني اسم ظاهر. اكسب الناون يعني اسم ظاهر.
أقول أحمد، teachers، doctors، children، cat، chair، table، laptop، سارة، and so on. ممكن أقول سعودية أريبيا، يعني أقول دولة، car، cat، أي اسم ظاهر، or pronoun، الضمائر اللي تجي في محل مفعول به، اللي هي them، us، him. Okay. To find an object, make a question by putting what after an action verb. يقول لي عشان أنا أعرف المفعول به وين وفي الجملة، ضع what، حط what بعد الفعل وحيطلع لك المفعول به. بس ملاحظة، not. This method for finding object doesn't work with linking verbs because linking verbs don't have objects. هذه الحركة اللي أحط what بعد الفعل عشان أطلع الobject ما تستخدم في الأفعال اللي تكون linking، اللي تربط السبجكت مع الrest sentence. الأفعال اللي بتربط ما تستخدم معها هذه الحركة أو هذه الطريقة. نشوف إيش قصده. قصده مثلا the taxi hit the child. كيف عرف إنه the child هذا object مفعول به وقع عليه الفعل الفاعل؟ قال خذ الverb وحط بعد what. الverb عندي هنا hit، أنا قلت hit what. أوكي، فقال the child، صدمة child، الطفل. إذن هذا هو الobject. My roommate lost his keys. خذ الverb اللي هو lost. Lost what؟ فقد إيش؟ His keys، مفاتيح، هذا هو الobject. His girlfriend found them، صديقته وجدتنا. فأنا أقول أخذ found وأقول what. Found what؟ them. them هنا جاية ضمير، وجدتهم، هم ضمير غائب. تمام، بهذه الطريقة أنا أكتشف الأوبجكت. طب إحنا قلنا إنه ما ينفع في اللينكينج فيرب، فمثلا من قال not all sentences have object. فلو قال my family lives in a two bedroom apartment، يعني هو بيقول لي إنه مو كل الجمل تحتوي على object. فمثلا هذه الجملة my family lives in a two bedroom apartment، لما جاء قال lives what، يعيشوا إيش؟ يعيشوا إيش؟ اللي هنا مكتوب إن أتو، يعيشوا في شقة فيها غرفتين نوم. طب كيف يعيشوا إيش؟ يعني هذا يعني not possible، مستحيلة، يعني ما تجي. The sentence has not object، ما فيها object. تمام، لأن أصلا إن preposition يعني اللي هي زي حروف الجر، ما هي object. The sun is shining today، الشمس مشرقة اليوم. طب لو أنا قلت is shining what، مشرقة إيش؟ كيف مشرقة إيش؟ not possible، هذه ما فيها object، ما في مفعول به. The fish didn't smell fresh، السمكة ريحتها مو طازجة. فلو جيت سألت قلت didn't smell what، ما ينفع. إذن not possible، ما هي object، ما في object هنا. خلاص، إذن عرفنا كيف نكتشف إنه ال object، نحط الفعل ونحط بعده what. أوكي، هنا في عندي بعض النصائح من الكاتب. يقول certain verb must have objects، إنه لازم الأفعال أو بعض الأفعال يكون لها object، must، يعني لازم يكون لها object، مستحيل تجي من غير object. من هذه الأفعال بعضها، يعني أعطاني بعضا من هذه الأفعال: buy، give، have، like، love، need، own، place، put، send، and want. هذه الأفعال لازم يجي معها object، مستحيل تجي من غير object. يعني ما أقدر أقول they need وأسكت، لازم أقول هم بيحتاجوا إيه. They need some money. They need water.
they need a car. Okay؟ ما أقدر أقول I don't want وأسكت. لا. طب هم أنا بحتاج إيه؟ I don't want it. For example. أعطني practice عشان أتأكد إنه أنا فاهمة إيش الـ subject وإيش الـ object وإيش الـ verb. طيب بيقول لي في step 1 underline the subject with one line. ضع تحت السبجكت خط واحد. Underline the verbs with two lines. ضع تحت الفعل خطين. Circle the object. دائرة حول الobject. واكتب عليها S, V, O. S للسبجكت, V للverb and O للobject. Okay. نسوي الأشياء هذه. بسم الله. Number one, my youngest brother is in high school. My youngest brother هذه subject. Is له verb. ما في عندي object. لو جيت أنا سألت is what ما في. He watches TV and does homework at the same time. He is subject. هو watches يشاهد الverb TV الobject. لو جيت أنا سألت قلت watches what يشاهد إيش الجواب عندي TV التلفاز. And does homework does الverb. لو جيت سألت does what يفعل ماذا؟ Homework الواجب. حلو. طب نجي هنا. He works at a shopping mall. He subject. أحط خط واحد. Works يعمل. إذن هذا الverb أحط خطين. لو جيت سألت قلت works what يعمل ماذا؟ مو كاتبين يعمل ماذا. كاتبين at the shopping mall. في shopping mall. إذن ما في object. He هذا السبجكت موجود خط likes خطين يحب اللي هو الverb. طب لو قلت likes what يحب ماذا his job شغله إذن هذه object أحط عليها دائرة. But doesn't like حلو هذا verb تاني إذن أحط underline خطين. طب doesn't like what لا يحب ماذا لا يحب his boss. وأحط circle هذه object. لا يحب رئيسه في العمل. His job هذا subject. Is هذا verb أحط عليه خطين. Is what ما في object. And buys هذا verb. Buys أحط خطين. Buys what ما في verb object. This semester he is taking extra class. He had a subject. خط واحد. Is taking had a verb. أخذ extra classes. Is taking what? Extra classes. هذا الobject أحط عليه circle. He a subject will go a verb will go what? ما تاني object. He subject speaks يتحدث verb فأحط خطين and understands هذا verb فأحط خطين English very well فأنا أقول understand what يفهم ويتكلم speaks and understand what English فهذا هو الجواب إذن هذا object حط عليه دائرة. On weekends, he, then he had a subject. And his friend, then had a call subject. هو وصديقه. Play had a verb. أسأل نفسي, play what? بيلعبوا إيه? Score, كرة قدم. إذن عندي جواب, إذن هذا object. He, subject. Doesn't have, had a verb. ما عندهم إيش? Doesn't have what? Girlfriend. إذن هذه هي الobject دام لقيت الجواب. حلو؟